والحضور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في ديوانية الشعراء للنظم والمحاورة. واليوم معنا الراوي عبد الله عابد الوجداني. يا أمل علي اسمك أبو عبيد الله، يعني عبد الله أبو عبيد الله. حياك الله وحياكم الله جميع، وأهلا بك يا أبو عبيد الله مرة ثانية. أبو عبيد الله أنت راوي، ما أنت بشاعر. الله إيه نعم. الشعر ما تعرف؟ لا ما أعرف. وما آفت الأشعار إلا رواتها. لا أنت من لا. الشيء اللي أنا عارفه إيه؟ إن شاء الله ما زيد فيه ولا نقص. إن شاء الله ما أنت من الآخرين. وكلام قديم حق شعراء راحوا. أبو عبيد الله من عاص من 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 تحفظ له من الشعر من الشعراء شعر من الشعراء. والله يعني الشعر شعر. أحفظ لناس واجد من الأشراف. إيه. وبديوي. إيه. و. مراد بين ناس. اي نعم زين. والحليس. نعم. اذا خليك طال عمرك تختار لنا من الشعراء اللي انت تشوف انهم مثلا كل ما صارت القصيده او الرواه من رواه قصه تصير قويه، تفضل عطها او قدمها للمستمع وقدمها للمشاهد. القصيده الاولى اللي بقدمها لكم لبديوي الوجداني. اي نعم. يقول دنياك هذه كلها هز قاوق، ما تعرف الصاحب من اللي معاديك، أكثر كلام الناس بالمكر والبوق، يضحك معك واللي تقفيت يرميك. يا سلام. والمال دايم صاحب مرتفع فوق، والقل خايب لو ترفعت يرخيك. كلام. وعزي لمن دور لها عند مخلوق، وما بخل ولا منن يوم يعطيك. نعم. أوصيك فالطيب اللي أكان لك ذوق، ارمه وراك ولازم أنه يلاقيك. يا قلب هون كل مطرود ملحوق، لا تشتحن لك رب ما هو مخليك، اللي جعل لك روح جاعلك مرزوق، كما تكفل بك وفي الخلق كافيك، يعطي وباب الرزق ما هو مغلوق، وليا طلبته وانت محتاج يعطيك، الرزق له حبسه ولو وقت مطلوق، ومتظلع عند قبرك يناديك، والموت جايك لو تقع جوف صندوق، دع عنك مالك من حذر لا يعنيك. نعم. لا تشتغل بالمال، والمال ممحوك، ما مالك الا ما تمده اياديك. صحيح. وان كان مالك يا فتى ضيق السوق، ترى عند الموت ما هو مناجيك، الجار والعاني لهم شرط وحقوق، والضيف لازم تكرمه يوم يلفيك، وإن كان تبغى تأخذ المدح مطبوق، خلك مشمر دون جارك وعانيك، صون الأمانة وظهر الهرج بصدوق، ولا تعاشر صاحب البوق يعديك، لا تصحب الخاين ولا تامن النوق، لله براق الحياة عذرت فيك، والدرب لا تامنه لو كنت مرفوق، إلا بحدا في يمينك يباريك، وترك طريقة كل عاشق ومعشوق، ترمي بروحك فشرك ثم يحويك. الكلب ما يتبعك لو تلبسه طوق، ولا خلق يلدها ما يراعيك، الدرب لا تامن ولو كنت مرفوق، إلا بحدا في يمينك يباريك، وترك طريقة كل عاشق ومعشوق، ترمي بروحك فشرك ثم يحويك. وهذا كلام الصدق ما هو بمسروق، وبيات يا قلبي بناها يسليك، من هاجس يطمي كما بحر صافوك، حادور يا قلبي الشقي يوم يطريك، ويالله تجعلني من النار معتوق، واجعلك ختامي طيبة يوم ألاقيك، وسلامتك. تسلم بيض الله وجهك، والله يرحم القائل. الحقيقة القصيدة ممتعة، وأنت طبعا راوي، والراوي دائما يكون عنده من القصص أو الفكاهة شوي. طبعا نرجع للقصيد، والش اللي تتقدمه للمشاهد والمستمع معنا من الفكاهة أو قصة أو قصة حقيقية واردة؟ والله قصة حقيقية واردة من القصص القديمة ما عاصرتها أنا حتى أقول إنها. طيب أقول لك، في طويل العمر واحد يقول مر قال سلام يا متغدي، قال مر وأنت متعدي. أيوة.
قال له أبوي وأبوك إخوان، قال الله يرحم هك الشيبان. قال اليد مع اليد بركة، قال في البنيان. فوش تقول أنت؟ أقول إن الفقي التكروني إيه؟ جاء متعدي وزميله يأكل إيه؟ وقام قال له سلام عليكم، إيه؟ قال له زلوا ما عليكم، قال له يا زول من البلد اليوم جينا، إيه؟ ما تسألني عن أهلك عن عرعانك، من البلد اليوم جينا، قال له من أمس درينا. قال له حرمتك حبلة، قال حبنا وجينا. قال جابت اثنين، قال زيادة في الجماعة. قال واحد مات، قال خلى اللبن لأخوه. قال الثاني مات، قال الله يرحمه. قال يا زول من ذا الأكل اشتهينا، قال من ذاك الدكان اشترينا. نرجع للقصيد. القصيد في قصيدة للحليس. نعم. سند. سب. يقول يا الله يا مطلوب يا قايد الرجاء، يلي جميع الناس في رجواك، يا رافع السبع السماوات غيثنا بنول حي اللي تستبق ثمرات. قال الحليس اللي بعد نامه والعب وهو مراوس للجدي كلا دلنا ثلاث دلال والنجر بينها وبنن على جمر الغضايا صلاه. على فيحة بالهيل بفاح خاطري سوات بزاح الغدير بما كلام أحلى من شراب من المطر للي طناها القيط لين أغشاه، وأحلى من الصفري اللي أجاد واستوى على طلوع سهيل حلجنا، وأحلى من اللي يوم يطلق صرارها تروي ولدها والقدح تملاه. هذا ويا راكب على طيب النسى سبحان رب صوره وسواه، متباعد العشرود عن ملتقى النحر ذراعته من اليمنى يا يسرى ذراعين وما قلت فيها زيادة، والله من أسباب العرب يا قاه حرا سوات الفاضل إن جاك من حني وكان الحبر ينزاح من علبه، ووذان مثل الخوص والخد كنه قمر ثلاث اللي اشتهر مبداه، وبخوذكم البيبان للقت صروعه وذيل عطر كان القصب حلياه، يلحق ولا يلحق وسرع اللي ينثنى ويفوت راعي البندق الموشاه، ألها علي الحر ولها جواب مدري وش اللي حيره وبطاه، صروف الليالي بين يوم وليلة نذرة بحب ما حق البذرة، ويا طيبهم لولا الفوت شرعت لهم، ترى الفوت ما غايب من مداه، اللي قبلت للعبد ولقت نحورها سوات نبت تستبق ذمرة، واللي اتقافت صنع ليل من الشتاء غابت نجومه ود لها مسمه، قال يقولون رجال انه هي قاصره يمنه علشان غزل النابت في عوارض والغزل يمه تفضلي والشام. نعم. وسلامتك. تسلم بيض الله وجهك. نرجع ايضا يقولوا ان حميدان الشوير شاعر طبعا في نجد انه جاء عند عزيمه كبيره يوم دخل ما قدموه ولا قال له خلوهم من ضمن اللي جالسين، ثاني يوم جاء لابس الثوب جديد وقاموا واستقبلوه وقلطوه، وانهم قام غطس الكم كم الثوب فدسم او في الاكل، قال لي ليه؟ قالوا التقدير للثوب، هذا اذا كان الراوي صادق انا اخذها من الروايه او مية صحيحه. فوش عندك انت تقول لي؟ لا اسمعي، عندي ضيفان ضافوا على رجال، والضيف الاول كنه الله والعالم ما مثل ما قلت يعني ما سووا له عصيد وسووا له حليب على العصيد. اي نعم. ويوم لدوا الباب يدق لي والله شيخ من المشايخ مرحبا حياك الله الله يحييك، وهذا وجابوا سمن كتوا على على العصيد هذا. إيه؟ عاد الضيف الاول بس شمر يديه كذي ومرقها في العصيد. إيه؟ قال له التالي يا شيخ اشتعل على وجهك انت ما يسوي سوى، قال انا ادور الادام حقي الادام حقك فوق انت فوق السن. وقلت يا الاصمعي الأصمعي المعروف ويعرفون الناس أديب إنما سوى قصة في احتقار الناس يعني يعني إنك لا تشوف واحد ضعيف كذا وتستحقره. فعاد يقول من جملة ما القصة حقته يقول دعاني إحدى العرب الكرام إلى وليمة الطعام فوضعوا الطعام بين أيدينا فإذا بأعرابي قد أقبل ينسف الأرض نسف وجلس على الطعام من غير ندى وجعل يأكل بالخمسة والكف والسمن يسيل على ذراعيه. شوف اللقمة اللي بالخمسة الأصابع الكف أكبر من رأس البس ويأكل والسمن يسيل على ذراعيه يقول لو ضحكنا الحاضرين عليه. أسمع يقول بضحك الحاضرين على هذا الرجال. يقول قلت له كأنك أثلة في أرض هش أتاها وابل من بعد رش. يقول التفت إلي بعين مبحلقة وقال لي الكلام أنثى والجواب ذكر. يقول ضحكوا علي الناس وكبوا ما عاد يضحكوا. يقول قلت له لك معرفة في الشعر؟ قال كيف لا أقول الشعر وأنا أمه وأبيه. يقول قلت له عندي بيت واحد يحتاج الى غطاء. قال هات ما بداله. قال فقصت في بحور الاشعار فما وجدت اصعب من الواء المجزومه. فقلت له قوما بنجد عهدناهم سقاهم الله من النوم. نوم ماذا؟
يقول قال لي نون تلألأ في دجاليلة حالكة مظلمة اللو وياكل، انا ما حدا اخبره. قلت له نون تلألأ في دجاليلة حالكة مظلمة اللو. قلت له لو ماذا؟ قال لو سار فيها فارس لانثنى على بساط الارض من طو. من طو ماذا؟ قال من طو الكشح هضيم الحشا كالباز ينقض من الجو. جو ماذا؟ قال جو السماء والريح تعلو به اشتم ريح الارض فعلو. فعلو ماذا؟ قال فعلو لما عليل من صبره عليه نحو القوم ينعو. ينعو ماذا؟ قال ينعو رجالا للفنا شرعت كفيت ما لا قوى ما يلقوا. يقول علمت انه ليس بعد الفنا شيء، بعد يقدر يبني، لكن اردت ان اصعب عليه. يقول قلت له يلقوا ماذا؟ قال ان كنت ما تفهم ما قلته فانت عندي رجل بو. البو ماذا؟ قال البو سلخا قد حشي جلده. يا الف قران، قران يقول عند المغاربه سبه، يا الف قران تقوم او او ماذا؟ قال او اضرب الراس بصوانه تقول في ضربتها قو. يقول خفت انا اقول له قو ماذا؟ فيضربني ضربه يبدي منها الضوء. يقول قلت له لك ان تكون ضيف الليله؟ قال لا يا ابا الكرامه الا اللئيم. يقول جبت البيت قلت عسان اضحك عليه لو في الضيف، غلبني في الشعر عسان يغلب. وقلت الراعي تبي تسوي لنا دجاجه؟ قالوا جبت الدجاجه مدمره وحطيتها قدامه قلت براسك تضيع دبرها. قالوا سمعين معي ولدين وبنتين وحرمته وهو سته والضيف سبعه والضيف دجاجه. يقول حز راس الدجاجه وقال الراس للراس. نعم. قالوا اسمعي راس البيت وهذا الراس للراس. الولدين جناحين ولهما الجناحين. الفخذين للابنتين، العجز للزوجه، الصدر والزوائد للزائد. معنى تاخذ الدجاجه عليه. يقول قلت له سوينا خمسه دجاجه. قال فصنعت خمسه دجاجه. فقلت براسك تضيف دبلها. قال لي تريد القسمه شبعا ام وتر؟ يقول قلت له ان الله وتر يحب الوتر. يحسب انه بيعطي كل واحد وحده. قال له انت وزوجتك ودجاجه وتر. ولداك ودجاجه وتر، ابنتاك ودجاجه، انا ودجاجتين وتر. يقول قلت له ما تاخذ ثنتين وحنا كل اثنين بواحد اخاف الله. يقول قال مهلا مهلا كانك تريد شبعا. يقول قلت ايوه شبع. قال انت وولدك، انت وولدك ودجاجة شبع، زوجتك وابنتها ودجاجة شبع، انا وثلاثة دجاجات شبع. فوالله ما احول عن هذه القسمة. قال فغلبني مرتين، مرة في الشعر ومرة في تقسيم الدجاج. بيض الله وجهك. ونرجع للقصيد، نرجع للقصيد الزايد. الزايد واحد من الزود كانوا يحبونها الناس. ايه يحبونها الناس. وهذه كان ايام ما في اطباء ولا في ولا شيء. يحبونه ولجل سوالف وبجالسيات، وهو رجال شاعر وابن حلال، وجاه من صروفه الدهر شيء وتعورت رجله وأدودت وقطعوها الناس ما عاد يجون، خصوصا أصحابه هذا اللي بدي. ويتمثل يقول يلا يلي ترزق الوحش فلخة، اللي أصاد قوته فلخلة قنعان، والطير في وكره ميسر معوشته وعند العناية طارب الجنحان، والفلك يجري والعناية تقود هو العزم عند النار والدخان، والحفظ من رب السماوات العلى سبحان من لا يقهر السلطان، يلي خلقت الحوت والثور والثرى وما في ذخوم الأرض شيئا كان، والروح خالقها وتعرف مقرة لها يوم فيه تفارق الخلان، ولا أدري جسدها عند مالك يعذبه ولا سعادة توصل رضوان، مالك خزان النار ورضوان خزان الجنة، ولا سعادة توصل رضوان. قال المغني يوم هابت هواجسه في ليلة مجموعة الأحزان، العين تدمع والنسم ضاق بالنحر، أنادي فلان ولا لقيت فلان، أصحابنا عند الحكاية 100 نفر، وعند الشدايد روحوا شتان، ولولا الشدايد ما نبى صحبة العرب، ولولا الشدايد ما نبى صدقان، وما القصد يحيني رفيقي ليزارني، حياة النفوس بذبلة الرحمن، لو كان واحد قد طيحي رفيقه سلم الدوالة يدفق لقمان، لي صاحب ظليت لازم به الظهر، أشوف سوات المدفع الغضبان، في خاطري لو جاء علي طلابة نزل منزلي في كفة الميزان، جاني بعد 20 ليلة من الشهر بعلم الردى، ليت الردى ما كان، أعطاني علوما ما توحيت فيها، أبرد من الماء والعذر شدهان، خبل العرب من عند بابي يمرني يقل المشي لا تقلع الحذيان، وأنا ما هدمت الطيب بيني وبينه على العهد لا ضايق ولا شرهان، خويي اللي أحثت ركابي ركابه ثنينا رقاب العيس بالأرسان، ثنينا رقاب العيس 90 ليلة كما قال واللي قاس والأزمان، وراحت سوالف من مخبر المستمع حتى الخبر هذا بلغ فرقان. وسلامتكم. تسلم. واحنا اخذنا الخبر المستمع والمشاهد. زين نرجع ونبغى قصيده ثانيه، هل من تختار؟ والله يا ابن الحلال انا غيرت مجرى عشان ما اعطيك قصه وقصيده عشان تقول لا، ابغاك على طول.
برضه الحين اسمه قصيده حلوه انا بنجيبها. يلا. والرجال هذا كم اللي كنه وده بحبة الحليس، ايه يقول قال الحليس اللي عطى مخرم الخلق نعم من فوق عفر للشداد صبور، مزوية الوركين نابي قراها وردوفها مثل القطن منثور، وكن فزتها ليجات وتلمك ما ذخيرة من الفتيل يثور، راسي وراس اللي مورد سديسها لين استقل لنا عمود النور، معي لابة يجلون همي وشحنتي 20 أهل حشمة وأهل مقدور، أهل بكار قب سرد حراير 7 و3 وكلهن بكور، اللي أضاق صدري قلت يا الربع نوخ فراض من الجازة حين منطور، نعم. فكوا ركايبهم ونادوا وديعة راعنا راعي الركاب الطيب المذكور، وقلنا له المسبار وايق مقابل من خوفها الهجن وراه سبور، وقال ارجحنا يا أهل الركب واسكنوا واخذ الفرنجي صابي المسحور، وعدوا بنا في سرحة مستقلة في مجلس الأهل النظام معمور، دنوا لي الخمرة ودنوا بناته مصافي لطيفات وساع نحور، ونجر غراوي كنحس لي عواين الشط اللي خاطر محشور، ومحماس جابوها العوارض من ارضهم واربع زبادي كل ساعة الدور، وبن يماني كان وصفه حليته يشاد يرقوما في قدود الحور، مع 7 حبات من الهيل غلبت مع فيحة المصفاية يوم تفور، شربنا وثنينا ابو زعة خوينا من خوف لا يلحق منه مسعور، ركبنا عليها ولجلجت بلغنا ويفيح صدري مثل فيح قدور، وجوني كما سر حدبة من المقايط من مقايل وياطا سهلها والجبال عسور، وجوني كما نونت داق المخايل فول سفر يوم اندق العاشور، وسلامتكم. وتسلم وبيض الله وجهك. نرجع للقصة. وش عندك؟ بنت وين؟ في بيتي. ايه. فاهم؟ الله يغفر له ويرحمه ووالديه ووالديه وابن سمي. شارب حماد بنت وين؟ ايوه. سوى 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 محاورة بين النمر والذيب. ايوه. يقول قال النمر يا ذيب انا لي عوائد. عوائد مرت على شروك. ليتك لي جربتها تبتدي بها ولا يهمونك جميع اعداك. ايضا وقال الذيب يا حضره النمر نعمين بك ونعم بروس عزاك، اما عوائدك اقفل الباب دونها نسيتها ومنت ما بنساك. قال النمر يا ذيب وشلون تنسى؟ عوائدي ما ظنها تخفى، ادوس حمر البل واقضي عليها وانت مراوس لي تجر عواك. ايوه. ايضا وقال الذيب يا حضره النمر الي مغازي كانها مغزاك، لا سكت الظلماء صدور الشعائب اقول يا ليل استوى مسراك. موحيت راعي الغنم يوم صيحت تقول يا ذا الذيب وش بلاك، دخيلك اكل التيس لا تاكل الطلي، لا يا طليله ما انا بنسخك. وقلت يا بطرش باكل زكاتك ان كانت الراعيك ما زكاك. قال ان من يدين ما انت بصادق، غمض عيونك وانقلع وراك، عشاك في الملحان طفل من الغنم والطفل الاخر تاخذه غداك، عاشت وسود الغاب حمر النواظر تشهد لي اني للدم يسفك، واما انت لا شاهد ولا انت بداري يا ابو النعاج الدرع وش ادرك. يقول جاهم الثعلب من اقصى المغاره وقال يا ذيب اسمح لي اصلح بينك وبين النمل، عارف خطاه وعارف ان خطاك، وصادهم موجه من الزود والكبر، وقالوا ترى واسمك على علبك استعلى لحيتك ما كان جيتنا، انت من ارسل لك يا ابو الادياك. وسلامتكم. تسلم. طيب نرجع للقصيده بديوي. القصيده يا حبيبي نبي البديوي، ما عندك شيء لواحد لو كله نبي البديوي حقت بداية مثل ما قلت لك سم فيها هروب. إيه؟ وانت ما لا فيه لا فيها اللي عن السبحة وفيها عن الثاني لا لا خلى السبحة من السبحة قليلة. طيب نطلع على الغيلة اذا كان عطنا جل قصيدة من اللي تختارها. اقول لك هذا سم. ابن هزاع. ابن هزاع عطنا واحد متوفي كم من سنة؟ مبطي 100 سنة مبطي في اول الحكم 200 إيه لا لا ماشي 150 ماشي حلوة المئة إيه زين وش قال المقصد سم. يقول قصيدة الرجال هذا واحد من ذوي هزاع قصيدة ثانية غير اللي سمعتها الأولى. إيه؟ ضاقت عليه بنت الحلال. إيه؟ وراحت لأهلها وسوى كما قال الله. إيه؟ حكما من أهله وحكما من أهلها وأصلحوا بينهم وعودت. نعم. وبعد ما عودت سوت الشاهد ونعنعته وجاته في الروشان بالشاهد ويرحبها يقول لها رحبا وتسليما عدد من هل وابل على الخد هطالا وهمالي وعد محرم وما بين المشاعر حل أو طاب بالبيت رحالا ونزال. نعم. وعد ما سلم الروح فيها نسل من نسل آدم من الأول إلى التالي يا رحب طيب هنالي بالوصال وهل بدرا بعد ما اختفى في برجها وضالي إلا العرف تعزل والمعزل زل عند الحداير ونظم اللول والغالي والطاس والكاس لعيون المهاجلجة صبحا تنفس يسوق الليل زلزالي مزيت عشرا بمهجة خاطري وبهل وجنا جنا اللي جنا وجنات وأشكالي واروى رياض الحشا من عقب ما أمحل وادي فؤادي وغاث عقب المحالي والله 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 الذي أنزل
صحائف الكتب والفرقان بالتالية لك بقلبي محل الحل لم ينحل، لو حل بالأرض رجاف وزلزالي. خضعت لك جانبي والروح لك تنذل، خضعت لك خضعت المملوك للوالي، وحملتني في الهوى حملين من جندل، إن شلت واحد فلا الآخر من شالي، لعد تشردين ولعد تروحين. هذه الظهر غنوها بعد على العود يدقوها. لا لا، اللي غناها حقت حمامة الوادي. ايه طيب، هذه نعتبرها غزلية؟ هذه نعتبرها غزلية هذه؟ هذه غزل في زوجته. ايه يعني مو في الناس الثانيين. طيب، أما اللي بيتعدى على الناس الثانيين ما يجوز. طيب، الحليس برضو اللي وحدها غزلية. ايش يقول؟ الحليس. ايش يقول فيها؟ يقول سند يوم من قلب تشوق. نعم. بملايم البيضة الحمام المطوق. أنا ثنيت الرجل له ليل روق، ورأيت لمسوم الهوى فيها شارات. نعم. خمسة يريد إن الهوى ويتحكن فيا، وأنا مقبل مع الدرب للدن. قد ضيع النسمي يقولون يا هن، بالكود يوم يهرجوني خطيات. سهيت في زين الوصوف أفكرني، غوارق في الجهل مستنكرني، وأترض بعصر مضى صادفني، وبعدت عنهن وهن بعيدات. راحن قدامي على الدرب وقفن، وقلت يا بيض الخرائب روحن، لا تستحن ما تستحن من العرب يوم تقفن، وأنتم عن دروب الدناسة بعيدات. عادت تهرجني هذيك الحمام، بل لي يوديك النبي بالسلام، تذكر غلاما كان يصحى تهامه، والعهد بنا وابو ريال قديمات. قلت وش هو غلي يمكن الذي قد ذكرتي، ومتى لقيك الشخص وانت لقيتي، حتى لي اجاكم يسير عرفتي، وش الذي قد حط له خمس غرزات. قالت وصوفك تطرى علي شوفتي يوم اشوفك، لكن شف ما يطابق شفوفك، انت الذي عن كظبة مستديرات. قلت بعاد الديارة يا البيض باع طوالها بالقصارة، وطوح باله عن ملاوي العذارة، واخذ السماح من البكارة الوليفات. قالت معاهدنا على اول وروده، والعهد له حزه وتافي حدوده، لان ان فيها الشيب تبدي وشهوده، ما تاب لو سوى الذنوب العظيمات. وقلت لهن يا الخراعيب، يا خالطات المسك والعطر والطيب، لا تحسبون الهرج مني تجاريب، ينوض نوض البرق ما ليله تنبات. جاتنا عجوز يوم جت سد ينبح، رجلينها تشبع كاكيز الرماح، يا رب تجعلها بقصه في الارواح، واجعل لياليها بعدنا قليلات. قالت لهن يا الخراعيب لا باس، تقفون عند مجربع نقطع الناس، وش قط كله وانتم كما عقد من اللول والماس، وش قط كله من القصور العليات. لدن فيها ورفع عنا الملايا، وقال عسى رجليك عند الحيايا، يا شايبة لا تظلمين الولايا، غريب واتانا وحنا غريبات. قالت هذا اللي يثمر الزين ثمره، قالوا هذا اللي لو دفل على الجرح يبريه، البيض طافه والحطيم التزم فيه، صايم مصلي كل فرض موفيه، تايب ولا يبغى الذنوب العظيمات. قالت هذا اللي يثمر الزين ثمره، معلوم لو يمسع على الجرح يبرى، أماريت فيكم له عين حمراء، والله ما تكفون منها سليمات. فكرت ولي العقل من منبت وزاع، شيبة تسعى على الطمع، خايف تروح تصيح في روس الأسراع، والجيم ما يملك يقع ست خمسات. حاولتها ولزمتها بيدي، وقلت يا شايبة أخطيتي بهرجك علي، ماني مخليك على الأرض حية، ليش تدهني عند العرب بالوليات. قالت لهن يا الخراعي برد، وش عندكم لجنت مكنون سد، سالت مدام ناظر فوق خد وكب الطريق وياخذ الحزم موجات. قال ولا نعطيك ما تمتنين، لكن شرط انك لا تقتلين هذا الذي واسم الهوى في جبينه، وش عاد ينفعنا بعرف اليامات. نعم، وسلامتكم. تسلم، اي والله وجهك. نرجع القصيد. هذا ابن هزاعي يقول يا بني احضر دواتك والقلم. نعم. واكتب ابياتا معانيها حكم، مثل در في عقود من تضم، او كم الماسات في بيض النحور. نعم. لازم التقوى تنال خيراتها، والصلاه الخمس حين اوقاتها، والسنن حافظ على حزاتها، لا تكن في طاعة المولى قصور. لا تكاسل نصف ليل عن الركوع، يوم كل الناس في حال الهجوم، ناج ربك في صلاتك بالخشوع، واطلب الغفران من رب غفور. الزكاة بطيب نفس المدة، من عزيز المال وافي عدة، لا تكن شحا تمنى ردها، إن ربك عالم ما في الصدور. الصيام في شروطه بالتمام، لا تلد بطرف عينك في حرام، أو تعرض للشتائم والخصام، شرط صون الصوم أن تغدي وقور. إن حججت البيت وفى باعتبار، طوف وسعى بعد ما ترمي الجمار، وادع ربك لازم من ذيك الستار، إن رب البيت توابا شكور. ثم زور المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد، ذاك الشفيع يوم حشر الناس في اليوم الفجيع، إنه مرسول رحمة للجميع، وادع ربك عندما تلقى الحبور. والدينك لا يرى منك العقوق، وفهم الله أتاهم حقوق، ولهم برك وكونوا فيهم شفوق، وانجفوا أو عذبوا وخلك صبور. إن لأولادك حقوقا يا بطل، قرهم في الدين علما مع عمل، والكتابة والحساب ليكتمل، ثم للناشي تصاريف الأمور، ثم علمهم مشاريع الأدب من تواريخا ومن علم النسب، ثم دربهم طريق المكتسب، الشراء والبيع دون الفقر صور. لا تضريهم على سير الكسل، إنه رأس الحريمة والفشل،
كيف يرضى بثجيجا من عقل يعني يكون حيا فمن اهل القبور؟ لا تخليهم يماشون الهمج، من يماشيهم ولو يوم سمج، لا تخليهم مستقيما مع عوج واصطفي من ما صفي لكم الحبور. الصيام البنات جاك زوج لا ترد، صالح يطعم ويسقي يقول شد، رب ناشي بينهم يدعيك جد، تمتثل بيوم ما لعد الثور. لا تخصص في عطاياك البعيد، مثل من يذرى حبوبه في لديد، او كما من يجعل القبلة زبيد. صلة الارحام نورا فوق نور، لين لقرابك ولو شفت الحشود، والصديق المال فاسرع ما يعود، وانصغب الشوف قلب لك ودود، هم حماتك في مواقف الشرور. الدنيا لا تصدك بالجمال، عن عريبة بين ابوها ثم خال، يوم تنظر في ولدها كالرجال تعرف انه صقر من ذيك الصقور. النساء لا تستهين مكرهن، لان حياة سريع لدغهن، لا تغرك لينة في قولهن، للي قد فرصة تحاول بالغدور. لا تامن الدنيا ولو جاتك ضحوك، كم بكى منها وكم غر، واخذت اللي جابته فوق اللكوك، ودبرت تسعى كما الظبي النفور. اين قارونا واموالا جمع، عند خسف كثر ماله ما نفع، كل طاغي جنب طغيانه وقع، ما صفي عيشه وما تم السرور. اين فرعون ادعى رب العباد، قتل الاطفال في جمع البلاد، واكثروا في الظلم واكثروا في الفساد، راح مع جنده غريقا في البحور. وسلامتكم. وتسلم، بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا ابو عبيد الله على الحلقه الممتعه، ونعدك ان شاء الله، احنا طبعا وقتنا قرب على النهايه، وبمشيئه الله نعد المستمع، نعد المشاهد ايضا ان شاء الله، والحاضرين في حلقه اخرى معك ثانيه ان شاء الله. ونقول لك الى اللقاء في الحلقه القادمه. وعزيزي المستمع، عزيزي المشاهد، في نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اشكر الراوي عبد الله عابد الوقداني. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.